بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصفة رائعة بنبتة رائعة لعلاج الصلع، إنبات الفراغات وتقوية الشعر، وله عدة استخدامات أخرى للشعر وكذلك للصحة، سأذكرها آخر الفيديو لمن يهمها أو يهمها أمر هذه العشبة الرائعة جدا، ألا وهي عشبة الشيح. الشيح هو أحد الأعشاب العطرية المعمرة والمعروفة بفوائدها الصحية الكثيرة، حيث أنه يساعد في علاج الكثير من الأمراض، سأذكرها آخر الفيديو بحول الله تعالى. وكذلك له فوائد للعناية بجمال الشعر، يعمل على منع تساقط الشعر، وذلك لأنه يحتوي على مادة القطران والتي تعمل على تقوية الشعر ومنع تساقطه. كذلك يعمل على علاج مرض الثعلبة، يعمل على تغذية وتقوية جذور الشعر، يعمل على تقوية فروة الرأس ويقضي تماما على القشرة ومن أول استخدام، يعمل على ترطيب وتنعيم الشعر، مفيد جدا لصاحبات الشعر الجاف، وهو مناسب لجميع أنواع الشعر، يعمل على زيادة كثافة الشعر، وكذلك يعالج الصلع وينبت الفراغات، يعمل على زيادة طول الشعر وكذلك يحارب الشيب. كذلك التهاب فروة الرأس يعد من أكثر مشاكل الشعر الصحية، والتي يرافقها جفاف الجلد وحكة مؤلمة جدا مع ظهور قشرة في الشعر واحمرار في فروة الرأس، وهذا يأتي بسبب التهاب وتعرق زائد مع تراكم الدهون وكثرة التعرض لأشعة الشمس والمياه الملوثة الحاملة لمادة الكلور. فعشبة الشيح في هذه الوصفة تعالج التهاب فروة الرأس باعتبارها عشبة منظفة ومقاومة لكل أمراض فروة الرأس بفضل غناها بالمعادن وخاصة معدن الكبريت المعالج لجميع مشاكل الشعر، وكذلك حاليا يستخرج منها غسولا وشامبو للشعر خصوصا صاحبات الشعر الحساس وفروة الرأس المتضررة. نأخذ مقدار كف اليد من عشبة الشيح، تغسل جيدا، نضعها في كوبين من الماء لتغلي على النار مع إحكام إغلاق الإناء جيدا حتى لا تتطاير الزيوت المفيدة في عشبة الشيح. بعدما يغلى جيدا نقوم بتصفية العشبة، عشبة الشيح، وبعدها آخر شطفة نقوم بشطف الشعر بهذا المحلول، آخر شطفة عند غسل الشعر نقوم بشطف الشعر بهذا السائل، سائل عشبة الشيح، ونتركه ليجف تماما مع عمل تدليك لفروة الرأس. حسب الفراغات ودرجة الصلع تستخدم هذه الوصفة، يمكننا استخدامها يوميا بوضعها ببخاخ وبخ الشعر بها، كما كذلك يمكن استخدامها للبنات الصغار من عمر 10 سنوات فما فوق، الحوامل كذلك يمكنهم استخدام هذه الوصفة ولكن لمرة واحدة فقط في الأسبوع، كذلك الرجال لمن يعانون من الصلع يمكنهم استخدامها، كذلك إنبات اللحية. هذه الوصفة قلت آمنة ويمكن حتى استخدامها ووضعها ببخاخ وبخ الشعر بها يوميا، مدة صلاحية هذه الوصفة أسبوع كامل في الثلاجة. هذه هي الوصفة للشعر، لمن ترغب بالاستماع للمعلومات الغذائية والصحية للشيح تستطيع إتمام الفيديو معي.
الشيح يحتوي على مواد مهمة لجسم الإنسان، مثلا زنك، نحاس، كبريت، كالسيوم، اليود والكلور، وكذلك به زيت الكافور وزيت السينيليول، وكذلك به مغنيسيوم، فوسفور، بوتاسيوم. للشيح أنواع وفوائده تتعدد، هو يستعمل في عدة مواطن مختلفة، تكلمت عن الشعر، وكذلك له فوائد للجهاز الهضمي. تتمثل فوائده للجهاز الهضمي أنه أولا يعالج المغص بشرب حوالي مقدار فنجان من شاي الشيح، يعالج عسر الهضم، كذلك يزيل كافة الاضطرابات والتقلصات من المعدة والأمعاء، يطارد الغازات ويزيل انتفاخات البطن، يعالج الحزاز، كذلك يعالج الإسهال. وله فوائد أخرى كثيرة لا تحصى، من بينها أنه يعالج التهابات المفاصل ويزيل آلامها ويعالج الروماتيزم. الوصفة بالتفصيل موجودة بقناتي، والحمد لله تم علاج بعض الحالات بهذه الوصفة، وصفة الشيح لعلاج المفاصل والروماتيزم عفوا. وهو كذلك فاتح للشهية، يعالج لسعات الأفاعي والعقارب، يعالج مرض السكري حيث أنه يخفض من نسبة السكر في الدم، يعالج التهابات الأظافر بشطف الأظافر بمحلول الشيح، يعالج رمد العيون، كذلك يرخي العضلات المتشنجة ويريحها بعمل حمام دافئ، كذلك يسكن الآلام خاصة آلام الدورة الشهرية بشرب كذلك مقدار فنجان منه قبل النوم، يعالج الإمساك ويكافحه، يعمل على علاج تأخير الحمل، وذلك بعمل تبخر، نأخذ الشيح وتتبخر به المرأة الراغبة بالحمل ليلا قبل النوم، كما أنه يعمل على تقليص المهبل بعد الولادة وتضييقه. الوصفة كذلك موجودة بقناتي، والحمد لله نجحت مع بعض المشتركات، يخفف من نسبة السكر في البول، يخرج السموم والفضلات من الجسم، كذلك يعمل على تطهير البيوت من الروائح الكريهة ويطهرها، كذلك إذا استخدمناه في طرد الحشرات، يطرد الحشرات من البيت، كذلك بعمل تبخير بالشيح أو غليه وترك الماء أي المغلي في البيت، كذلك يعالج أمراض الصدر مثل البلغم والربو، يرفع من مناعة الجسم، يقويها ويعززها، كذلك يعمل على علاج الإنفلونزا والرشح، يعمل على تخفيض درجة حرارة الجسم، كذلك هو يعالج التهابات الجلد وجروحها وحتى القروح. هو واقي من مرض الملاريا، عافانا الله وإياكم جميعا، وحتى أنه يعالج المرض في حالة الإصابة به، يعزز الإفرازات الصفراء، يعالج القيء الدائم إذا كان هناك قيء مستمر فالشيح يعالجه، كذلك عند الرضع إذا كانوا يعانون من القيء الدائم يمكننا نقع حوالي غصن واحد فقط بهذا الشكل، نأخذ غصن من الشيح بهذا الشكل، هذه الكمية فقط، تغسل جيدا ونضعها في ماء الخاص بالرضع لينقع لحوالي نصف ساعة، وبعدها نقوم بإعطائه للرضيع الذي يلازمه القيء الدائم. كذلك هذا العلاج، الوصفة لهذه كل العلاجات بأن نقوم بالشرب مقدار فنجان واحد من الشيح ليلا قبل النوم لتفادي هذه
الأمراض. وسبق وقلت في بعض العلاجات أنه ينزل السكري، فحذاري من زيادة الكمية. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.